عملت كده ليه يا جبريل؟ ضربت الواد بالسكينة ليه؟ ما تقولي يا أختي، هديتك بحاجة؟ أذاكي في حاجة؟ هو كان لازم أن يموت يا كريمة، كان لازم أن يموت. أيوة، إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ قال إنه هيقول لمروان إن أنت اللي قتلتي فريدة، ولو مروان عرف هيهد الدنيا، يعني إما هو كان يخرس يا إحنا نطرد من البيت. يعني أنت عملتي كده عشان مروان ما يعرفش؟ صح. يعني جبرية عندها استعداد تموت عشان خاطر كريمة؟ بتحمي كريمة عشان خاطر عيالنا؟ احنا اتفقنا ان عيالنا اهم حاجة في الدنيا، ومروان لسه قلبه قايد نار وبيدور على اللي عملها. كريمة عارفة يعني ايه؟ والله كان غصب عني. ولا تقول ان جبرية هي اللي عملت كده، عارف ان فتحت بقك مش هيحصل لك كويس. انا هوديكوا كلكم في 60 ده شويه سفاحين. ده هي لما تشيلك. مش قادر يا ست كريم. ده هي لما تشيلك ده انا هطلع روحك. قول له عيوات تكون فاكر ان انت ممكن تقضي النار في البيت الكبير تاني. انت فاهم ولا لا؟ طب انت عايزه ايه طيب؟ انت اللي عايز ايه يا فتحي؟ عايز فلوس؟ حاضر. عايز أرض؟ حاضر. من عينيا الاتنين بلاش غير كده وكده. هاخد ورثي من مروان وادهولك، بس بشرط ما تجيبش سيرة جبرية وتقول إن هي اللي عملت كده عشان خاطري. دلوقتي بقت جبرية يعني حبيبتك قوي وخايفة عليها؟ ما يخصكش حبيبتي، عدوتي حاجة ترجع لي. انت مالك يا اخي؟ طب انا ممكن اسكت خالص وما اتكلمش؟ غصب عنك يا فتحي. هو ايه بقى اللي غصب عني؟ احنا مش كنا لسه بنتفق؟ اقول لك ازاي غصب عنك؟ عشان ابنك اللي ربنا كرمك بيه لما يجي للدنيا ويكبر ما يعيرهوش ويقولوا له يلا يا اللي جدتك كانت عايزه تقتل ابوك ودخلت السجن، فهمت يا غبي؟ يا سلام، يعني هو ده بقى اللي هيفرق في سمعه البيت الكبير؟ ده انتوا سيرتكم بقت على كل لسان. هنغيرها يا فتحي، هنخلي الناس تنسى كل اللي حصل، هنرجع البيت الكبير بيت عز وكرم. بعد كل اللي حصل ده، طب ازاي يا ست كريمه؟ هنقول يا رب يا رب. هنمد ايدينا لكل محتاج، هنفتح بابنا للي يخبط عليه، وهننسى كل الشر اللي كان بينا. وانت يا فتحي لازم كمان تعمل كده. شمس بتحبك يا فتحي، واحدة غيرها هتخلي اخواتها ياكلوا بايديهم وسنانهم. هي الاخر لحظه قالت لها انا مش هسيب فتحي. شمس انضف واحده في البيت الكبير، ما تخسرهاش يا فتحي، ما تخسرهاش. شمس عايزه تعيش وتعشش وتربي. يا زينب، بكلمك في التليفون ما بترديش عليا ليه؟ هرد عليك. اقول لك ايه يا مروان؟ تقولي ايه؟ انا كنت عاوزك في حاجه ضروري. مروان انا عاوز انزل مصر مع شهد. خير ان شاء الله، وهاخد ابني معايا كمان. طيب
انا عاوزك في حاجه مهمه. انت سمعت انا بقول ايه؟ لما تيجي هتعرفي انا عايزك في ايه، وبعد كده نتكلموا زي ما احنا عايزين. انا مش هطلع من هنا يا مروان. يلا يا زينب. شمس دماغها حجر، مش عايز يتلحلح. اقول لها تعالي تقول لي لا مش عايز اشوف حد. مش مهم دلوقتي، كويس ان انت جيتي، تعالي معايا. على فين؟ لما تيجي هتعرفي. يلا يا زينب. انا مش هروح معاك يا مروان غير لما اعرف انت عاوزني في ايه. هو فيه ايه؟ انا كنت عاوزة نروح مشوار وانت كمان، بس هي بقى دماغها متربسه مش عارف ليه. ليه يا بت؟ ما تيجي معانا يلا عشان خاطري، وانا ماليش خاطر عندك. يلا يا زينة. ماشي يا عمتي. بسم الله. ها ايه بقى اللي حصل يا استاذ فتحي؟ ما حصلش حاجه يا باشا. هو ايه اللي ما حصلش حاجه؟ يعني ضربت نفسك بالسكينه يعني؟ ايوه انا كنت عايز انتحر، انا زهقت من الدنيا وزهقت من حياتي كلها والله. ايوه يا باشا هو ده اللي حصل. انا اصلا انسان فاشل وماليش اي ثلاثه لازمه. بس اللي انا اعرفه انك متجوز وانك مستني طفل كمان. ما علشان كده يا باشا الواد ده هيجي يلاقي ابوه ايه؟ عاطل وفاشل وعالى على كل اللي حواليه. ما تقولش كده يا فتحي يا ابني، ده انت عندك فلوس وارض، حد يعمل في نفسه كده؟ حد يا ناس يضرب نفسه بالسكينه؟ لا صوفة، انت فين يا ولدي؟ انت فين يا صوفة؟ محدش شاف ولدي يا ولاد. اه يا ريم والله زي ما خدت نور عيني لازم اخد نور عينك، وقصر محرم ده لازم اولع فيه، مش هسكت ولا يهدالي بال الا لما اخليكوا امتراب. يا ست زينات اسكتي، ما ينفعش الكلام ده، احنا بيبقى نهار مش فايت، انت كده هتلم علينا الناس. انت خايف؟ ايوه خايف. ما الخوف ده هو اللي عماني، هو اللي جابني سابع ارض. اه ما هو اللي يخاف لازم يستاهل كل اللي يجراله. احنا لسه بنقول يا صبح اسكت يا عاد. مش هسكت، مش هسكت خالص، واقول كل اللي انا عايزاه. انا خلاص ما عدتش بخاف. اخاف من ايه؟ اخاف على ايه؟ على عمري؟ ما عادش خلاص يا ست زينات، لو حد سمع كنت بتقولي الكلام ده هتحصل مشكله كبيره ومش هنخلصه. خلاص همشي همشي. تكل على الله، هي خلت نور عيني لكن صوتي لسه عالي، ومش هسكت ومش هسيبك يا ريم، مش هسيبك. خلاص يا ريم لازم اكتب.